كلمتي بأن أجدد لكم العهد. القرار الذي اتخذه حزب الكرامة وشارك معه التيار الشعبي وكان محل تشاور مع عديد من القوى السياسية والحزبية والشبابية وسنواصله بترشيح حمدين صباحي رئيسا للجمهورية هو قرار يشرفني ويلزمني ويحملني مسؤولية، وأريد أن أكون معكم في مستوى أحلام شعبنا ومستوى طموحكم لأقول لكم نحن نخوض هذه المعركة واثقين في الله وفي الشعب بهدف واضح أكيد أن نفوز برئاسة الجمهورية بإرادة شعبية حرة عبر انتخابات مجدية. المستحق الذي يمكن الثورة من الوصول إلى السلطة. سنعيد بناء جسور ينبغي أن تمكن مع القوى الشعبية. سنقدم نموذج لبناء جبهة وطنية واسعة متعددة الأحزاب والتنظيمات تكمل ما لم نستطع إتمامه من مهام الثورة. سنتهيأ لمعارك قادمة تحت نفس العنوان حق الثورة في الوصول إلى السلطة في معارك الانتخابات البرلمانية والمحليات بنفس الروح الوطنية وبهذا البناء الجبهوي الواسع. في قلب هذا وجزء منه أن نسعى لتوحيد الناصريين وتوحيد كل القوى المؤمنة بهذه الثورة. مع الذين نهبوا ثروة هذا الشعب وأفقروا فقراءه واستبدوا به، ولن نهاجم لا رجال مبارك فاسدين ولا رجال مرسي المستبدين على أي نحو، ولن نمد لهم يدا. برنامجنا أنا وأنت هنبدو ونطرق كل باب عند المصريين ونروح عشان حق الشباب وعشان الشباب يتعلموا والغلبان ياخد حقه. وام محمد العلائي ربنا يبارك فيك، محمد العلائي وكل سجين احنا معاه لحد ما يرجع للحريه باذن الله. نحن نرفض رفضا قاطعا تحسين قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه.